مباليا، ولله الحمد بما سيقال في عرضي أو في عرض طلابي أو في هذا الدار، لأنه كلام كله يطلع صفر على الشمال، هباء منثورا ما له أثر أبدا. دار الحديث جبل صارت ينطح فيها الإنسان ينكسر رأسه، صحيح والله ينطح فيها الإنسان ينكسر رأسه، وهي ما زالت دار الحديث. الفضل لله، المنة لله، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قراءة الناصح الأمين من شبهات المرجفين. انظروا منذ قامت الدعوة إلى الآن، هاتوا لي واحدا بدأته بالكلام أنا وتكلمت فيه وأنا أتوب إلى الله عز وجل من أمامكم وفيما بيني وبين رب العالمين، ولكن من بغى علي التقيه. أنا قرأت كثيرا من كتبه، والله والله فيها بدع فيها مخالفات. نحن معنا 100 خطأ على يحيى الحجوري على الكذاب لعنة الله، والله لو معاكم 3 أخطاء لصرختم بها ملأتم الدنيا. صحيح كذب هؤلاء فجرة، أو كلما طردنا واحدا ذهب يكذب. احذروا تحريشهم يا إخوان، تعجبت من شدة تحريشهم، وبعدها عندهم أساليب فتانة وشبهات، وحتى بالكذب ممكن يؤتى بكذبها هكذا ويلفلفها ويلملمها، أهم شيء يفتن الشخص بالكذب. لا إله إلا الله، الله يسلم الدعوة من فتنة هؤلاء المحرشين. براءة الناصح الأمين من شبهات المرجفين. طريقة الحجوري الغلظة والعنف والشدة، طريقة الخوارج خرج أول يكون خروج على العلماء ثم في آخر المطاف ينتهي خروج على الأمراء. انهالت علي الجرائد حتى من أكاذيبهم أنهم نشروا في جريدة البلاغ، ولا أظن إلا الذي يبحث عنه سيجدها ربما، أن يحيى بينه اتصال هو شارون. أي والله قرأناها يا إخوان، من قد سمع ذاك كان موجودا؟ أي والله قرأناها نعم، أنني بين اتصال أنا وشارون أنفذ لشارون بعض المخططات، وهو أيضا يعني ما أدري إيش من كلام ثرثرة، ومن المكايد أيضا أنني أقول أصحاب أبي الحسن لوطة، وهكذا كذب 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 كذب، كالوا كالوا حتى تعبوا فتروا راحوا. براءة الناصح الأمين من شبهات المرجفين. ماذا يصنع بي أعدائي؟ ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا سجني خلوة يقول شيخ الإسلام، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، ماذا يصنع بي أعدائي؟ هذا والله أتذكر كثيرا، ماذا يصنع بنا أعداؤنا؟ لله الحمد ولله الشكر. هو يسب العلماء ويحتقرهم ويسقطهم، وغير سب الصحابة وغير الأصول الفاسدة التي عندهم. ما عليكم منهم، نحن بس نفند شبههم، وإلا والله الحمد لله خير سائر، مهما حسدوا فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. براءة الناصح الأمين من شبهات المرجفين. يحيى الحجوري رجل هالك كذاب صاحب بدع مبتدع، أنا قرأت كثيرا من كتبه، والله والله فيها بدع فيها مخالفات. شوهوا يا إخوان شوهوا، شغلهم التشويه الآن، أبناء مرعي وشلة أبناء مرعي هؤلاء شغلهم التشويه، شأن الحزبيين والله بإذن الله ما يفلحون، وأنهم لا يزيدهم فعلهم ذلك إلا بغضا عند الناس. لا إله إلا الله.